لأن بني أمية أغنياء قوي لكن مش محبوبين. ليه؟ لأن بني عبد المطلب بيساعد الناس وبيحفروا أباره. طب نطلع بدرس حلو قوي. يا ناس يلا أصلكوا عريق لكن فقراء، اوعوا تتنازلوا عن قيمكم. الطبقة المتوسطة في العالم العربي بتنهار الآن. يا طبقة يا متوسطة، يا دكاترة يا مهندسين، يلا رزقكوا على قدكم لكن انتم من عائلات عريقة من الأرياف أو من القرى، اوعى تتأثر من جواك عشان انت مش غني، ده النبي طالع زيك. افتخر افتخر ان ده مستواك. طب والأغنية؟ نقول لهم يا أغنية اوعوا تكونوا زي بني أمية في الوقت ده، عاشوا لنفسهم وما خدموش المجتمع، فلو خدمتوا المجتمع تبقى غني شاكر. لكن شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم طالع من جو شكله ايه؟ خلي بالك برضو عبد المطلب جد النبي ده له قصة عظيمة جدا. ايه قصته العظيمة؟ ان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وقف قدام أبرهة. فاكرين أبرهة؟ أبرهة لما جه يغزو مكة أبرهة عمل ايه؟ يعني هنمد شوية. أبرهة عمل ايه؟ أبرهة وهو داخل يغزو مكة أول حاجة عملها ان هو صادر أموال الناس. فكل قريشي وسادة قريشي قالت لك يا عم ده أبرهة من ناش دعوة بيه. الوحيد اللي راح له مين؟ عبد المطلب. قال له رجع لي الإبل بتاعتي. فضحك أبرهة وقال له أنا كنت فاكر إنك جاي يعني تتكلم عن الكعبة اللي أنا جاي أهدها. قال له الإبل بتاعتي لكن البيت له رب يحميه. انسى يا أبرهة، انسى إنك هتهده مش هتعرف. إيه الراجل ده؟ إيه جد النبي ده؟ إيه الزعامة اللي فيه ده؟ وإيه القوة الوحيد اللي وقف قدام أبرهة؟ شايف العيلة عاملة إزاي؟ طيب لا ده في حتة تانية كمان يعني جميلة جدا في مولد النبي، إن ربنا بيقول لقد جاءكم رسول من إيه؟ من أنفسكم. يعني إيه من أنفسكم؟ يعني من بيئتكم، يعني من مجتمعكم. وحاجة تانية يعني كل حد من العرب حتى إلى اليوم النبي له علاقة نسب ولا صهر بيه. إزاي؟ جده كنانة منين؟ من اليمن. وجده إبراهيم من العراق. وجدته هاجر منين؟ من عندنا من مصر. وهو منين؟ من مكة. وعاش فين؟ في المدينة. وأخوال أبوه منين؟ من المدينة. وجده هاشم اتدفن فين؟ في غزة، عشان كده لغاية النهاردة اسمها غزة هاشم. وإيه كمان؟ وأحفاده عاشوا فين؟ في الأردن وفي المغرب العربي. وهو عاش فين؟ في جزيرة العرب، في أهل الخليج كلهم يحسوا إن هو منهم. إيه يا رسول الله ده إحنا كل ما نيجي على البلد طب ناقص يا جماعة حد. وأم أيمن مرضعته من السودان، وأم وحليمة السعدية مرضعته التانية من البادية. إيه ده يا رسول الله؟ فاضل مين؟ فاضل أهل الشام. هنمد فاضل أهل الشام. وهنا حاجة عجيبة جدا يا جماعة، إن أهل الشام هيزعلوا، أنا مش لاقي لهم حاجة الحقيقة، بس الحقيقة يكفي أهل الشام إن هو صلى الله عليه وسلم شاور على أرضكم وقال وهم في رباط إلى يوم القيامة. ويكفي إن أمه يوم حملت فيه شافت نور طالع من بطنها يصل إلى أرض الشام لأنها أرض المحشر. فيعني عشان ما نزعلش بس أهل الشام يعني حتة على جنب كده. اتولدت إمتى يا رسول الله؟ اتولد صباح يوم الاثنين 12 ربيع الأول الموافق 20 إبريل سنة 570 ميلادية. قبل عام الفيل بكام؟ بخمسين يوم. أبرهة جاي حاول يهد الكعبة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ معجزة، قريش على الجبال وأبرهة داخل وخلاص هيهد والفيل داخل يهد، وإذا بطير، سرب طير جاي بيلف حوالين الكعبة، كل طير في منقاره حجر أسود صغير ينزل على الجندي بتاع جيش أبرهة يصيبه بمرض جلدي، يحرق جلده يطلع يجري من الحريقة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إيه ده؟ لاحظوا حاجة يا جماعة، الحادثة دي قبل مولد النبي بكم يوم؟ 50 يوم بس. ليه؟ حتة خطيرة قوي نختم بيها. إيه هي؟ إن الله تبارك وتعالى لازم الحادثة دي قبل مولد النبي. ليه؟ لأن قريش عمالة تزيف الحقائق على حكاية الآلهة والكعبة زي ما قلنا عشان مصالحها، لكن لما جت عند حكاية الفيل حكيتها بصدق لأنهم شافوا إيه؟ معجزة، فكانوا متأثرين بيها. قريش كانت متأثرة وكانت بتقول ربنا هو اللي عمل كده، ما كانتش بتقول إيه؟ اللات والعزة ولا منات، ربنا اللي عمل كده. فالجيل اللي طالع
اللي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أطفال كانوا بيحكي لهم حكاية إيه؟ يعني تخيل النبي كده عنده 6 سنين دلوقتي وأمه آمنة بتحكي له، فبتقول له إيه؟ وربنا ربنا وحده بعت طير، فالطير جه على قبرها فجري، وجدك الوحيد اللي وقف قدامهم. حاول تتخيل طفل عنده 5 سنين بيسمع الحكاية دي، وعينين النبي بتبرق وبيعرف جده قد إيه عظيم، ويسأل أمه طب ما للأصنام دي إيه؟ فما يلاقيش جواب، فيعرف إن دي تزييف حقائق. العلماء النفس بيقولوا إن الحقائق كلها بتستقر في أذهان الأطفال لغاية سن 6 سنين. يا جماعة احكوا لولادكم حكايات الحق والخير علشان يطلعوا كده. عرفتوا ليه ربنا اختار للنبي المولد دون؟ عرفتوا ليه اتولد بعد عام الفيل؟ عشان يطلع عارف الحقيقة كلها. عشان كده لما كبر وجاله واحد وهو بيبيع ويشتري قال له تقسم باللات والعزة، قبل ما يبقى نبي قال له تقسم باللات والعزة، فالنبي يرد عليه ويقول له ايه؟ ما عبدتهما حتى أقسم بهما. عرفت ازاي يا رسول الله؟ من حادثة الفيل. شفتوا ربنا مالك الملك بيعمل ايه؟ شفتوا ربك بيدبر الكون ازاي؟ والله هينصرنا يا جماعة، وتحصل نهضة على ايدينا ويغير حالنا، قادر، بس احنا نبقى رجالة. شفتوا ربك بيهيئ الكون ازاي؟ شفتوا بيطلع النبي ازاي؟ نسب عريق، عالم مهيئ، اسم جاهز اسمه محمد، كل حاجة جاهزة لاستقبالك يا رسول الله. وانت يعني صلى الله عليه وسلم، والله يا جماعة انا بروح اقف قدام بيته ببقى حاسس ان انا يا رسول الله عايز ابقى في حضنك، عايز اقول لك انا بحبك قوي، وكل ما بقرا سيرتك بحبك اكتر، حتى اسمك حلو، كل حاجة يا رسول الله. شفتوا يا جماعة حاجة تانية في حادثة الفيل خطيرة جدا، ايه هي؟ ان الاحداث العظيمة بتصنع الرجال. يعني ايه؟ ربنا اختار ان حادثة الفيل تحصل لان الاحداث الكبرى بتطلع ايه؟ بتطلع رجالة. وانا بقول للشباب ده زمن ظهور العظماء، لان احنا بنمر في العالم باحداث كبرى من 11 سبتمبر الى الان. النبي جه ساعة حادثة الفيل لأن ده كان توقيت ظهور العظماء. وأنا بقول يا شباب التوقيت ده توقيت ظهور العظماء، فاستعدوا. مش عظماء يدمروا الأرض، مش عظماء يقتلوا هنا وهناك، عظماء يرحموا الأرض، عظماء عقلاء يرجعوا السلام للأرض. هو ده النهضة اللي احنا عايزين نعملها. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم. فضل إيه؟ المولد. آخر حتة في المولد، المولد عادي جداً. يعني إيه عادي جداً؟ أم حملت ولدت. يعني إيه؟ يعني مش معجز، يعني مش زي سيدنا عيسى. خطيرة الحتة دي، خلي بالك. يعني إيه مش زي سيدنا عيسى؟ سيدنا عيسى مولده إيه؟ معجز. سيدنا موسى معجز لما ترمى في اليم، إنما النبي عادي فيش معجزة خالص. ليه؟ ليه صحيح؟ كان نفسنا يبقى في حاجات غير عادية كده ومعجزات خارقة. لا، آخر معجزة هي أبرهة. من بعد أبرهة مفيش معجزات خارقة في تاريخ البشرية. ليه؟ مضى زمن المعجزات، جاء زمن التخطيط والعلم. عشان كده أول آية اقرأ. خلاص مفيش معجزات، خططوا واشتغلوا وربنا معاكم، بس مفيش معجزات. مضى زمن عشان كده يا جماعة ما عادش في عصا موسى مع النبي، وما عادش في سفينة نوح. أنتوا المعجزة. المعجزة أنت اللي بتتفرج عليا دلوقتي، المعجزة أنت. المعجزة رجالة وستات يؤمنوا بالله إيمان عميق، ويقرروا إن هم يصلحوا الأرض ويعيشوا عشان النية دي، فربنا يهيئ لهم الظروف اللي يصلحوا بيها الأرض، لكن بتخطيطهم. مضى زمن المعجزات، عشان كده مولده مش معجز. وعشان كده يا جماعة الواحد ساعات يتفرج على بعض المداحين أو بعض الناس اللي بتحتفل لما يجي مولد النبي أو حاجة، فيقولوا حاجات ما ينفعش. يقول لك مثلا ان من بركه مولد النبي ان كل الستات في مكه السنه دي ولدت ذكور ما ولدتش اناث. يا عم ده عيب، حتى ده النبي ما عاشلوش الا اناث، ده احنا عمالين نقول النبي كرم المراه. انت مش واخد بالك، انت كده خبطت غلط. او يقول لك يوم مولده جت السيده مريم والسيده اسيا يساعدوا السيده امنه بنت وهب. ما فيش الكلام ده. نفرح بالنبي ونمدح لكن فما فيش معجزه. امال في ايه؟ في مولد عادي، تجربة إنسانية بشرية.